صباح اليوم نتجول في القدس الشريف، في البلدة القديمة، وبالتحديد الآن في باحات المسجد الأقصى المبارك. وتظهر أمامنا القبة الذهبية وهذه المناظر الخلابة، وقد باركنا الله بهذا المطر الغزير في هذا الفصل، فصل الربيع، هذا المطر الغير متوقع، لكنه أمطار الخير، أمطار المحبة، أمطار العطاء، التي تعلمنا أن القدس يجب أن تكون مفتوحة للجميع، يدخلوها بأمان وبركة ويتباركوا منها ويتعلموا أهمية التسامح بين الأديان والأخوة الإنسانية التي تجمع جميع أبناء الله الواحد. نحن مجددا كما أقول من باحات المسجد الأقصى بمساحاته 144 دنم، والآن تظهر أمامنا مرة أخرى من خلال هذه الأقواس الجميلة والتاريخية والأصيلة تظهر قبة الصخرة المشرفة. هذه صورة سنبثها لكل الأحباء الذين لا يتمكنون حاليا من زيارة القدس. نحن من أرض الأقصى والقيامة نرفع الصلوات إلى العلي القدير أن يحفظنا وأن يشملنا برعايته، وتبقى القدس عربية فلسطينية ومقدساتها تحت الرعاية الهاشمية المباركة. كل عام وأنتم بألف ألف خير، أكفنا إلى السماء تطلب بركة الله علينا جميعاً.